أخبار اليوم. أبونا أنجيلوس جرجس رأى كنيسة المغارة وشادين سيرجس واخوس اللي هي أبو سيرجا. كنيسة بنت في نهاية القرن الرابع والقيمة بتاعت الكنيسة بجانب القيمة التاريخية والأثرية ثلاث حاجات. أولا أنها اتبنت على برجين من أبراج حصن بابليون، وده يعني فكرة هندسية كانت عبقرية، يعني انه يعمل كنيسة على برجين، ودي يعني يمكن النهاردة احنا نقول او ماله يعني، لكن في عصرهم في القرن الرابع انه يتعمل الانجاز ده كانت حاجة في منتهى الاعجاز الهندسي. نمرة اثنين، ان بداية من القرن 11 بابا خريستودولوس نقل كرسي الاسكندرية. البابا القبطي اسمه بابا الاسكندرية لان مرمورقس اسس المسيحية في الاسكندرية، فأصبح حاجة اسمها كرسي أو مكان الإسكندرية، زي بابا روما، زي بابا قسطنطينية، زي بطرة قسطنطينية. ففي القرن 11 بداية 11 1040 بابا خريستودولوس قال هنقل مقر البابا من إسكندرية للقاهرة. اختار الكنيسة المعلقة أنها تكون مقر إقامة البابا، وأصبحت دي الكاتدرائية في الفترة دي. النمرة ثلاثة بقى والقيمة الثالثة الكبيرة، ان زي ما شاف فان فيل بالرسالة 1971 انه يقول رأيت بعيني بخط عمرو مضعاف على احدى الجدران انه كتب اوصي بألا تهدم كنائس هذه المنطقة، علشان نفهم ان المنطقة هنا تحتضن اذا معبد موجود جنبينا جنب كنيسة أبو سيرجا اللي هو دلوقتي اسمه معبد من عزرة يهودي، وكنيسة وجامع عمرو العاص اللي اتعمل مكان وجود عمرو العاص في الفصل. نعم، عملت ترميم بشكل عام، الترميم وصل ايه؟ انتهى خلاص يعني. يعني كان ايه كان المشكلة الكبيرة؟ كانت مياه جوفية ضخمة، يعني لان المنطقة هنا كانت النيل، كان الفرع اللي بره ده الشارع اللي بره ده كان نيل، فالمنطقة كلها مليانة مياه جوفية، فلأنهم على برجين فالمياه جوفية مليانة المياه تحت، فانت متخيل الأساسات نفسها فوق يعني. فكان لابد ان يكون في دراسة هندسية مظبوطة ازاي يشفط المياه وازاي يحقن الأساسات بطريقة ثانية، وازاي يوقف الكنيسة مرة تانية علشان ما يبقاش في خطر عليها في المستقبل. بجانب بقى الترميم الدقيق اللي هو ترميم ايقونات وترميم زي ما انت شفته العاج والخشب الابانوس والايقونات والنقش اللي موجود ده كله أخذ وقت، انتوا لا تتخيلوا علشان يرمم جزء خشبي ده ممكن ياخد له فيها شهرين ثلاثة. الجانب السياحي بقى يعني. احنا المنطقة هنا الحقيقة حتى في عز أزمة السياح كان السياح بيجي، اي نعم سياح يعني من الكتلة الشرقية مثلا هنود، لكن كان في سياحة.